معكم مشاهدين الكرام جولة أعمدة الرأي والمقالات لليوم من زاوية أما قبل الكاتب الصحفي الصادق الرزيقي من أخيرة الانتباه والتي أتت اليوم بعنوان أما قبل. يستهل الصادق الرزيقي زاويته بالقول بالطبع هناك فرص يمكن أن تستثمرها الحكومة الجديدة وتستفيد منها حتى تنجح في مهمتها بإنجاز الوعد الذي قطعته لوقف التدهور الاقتصادي وبإصلاح هياكل الدولة وإحداث انفراج سياسي ووضع البلاد في المسار الصحيح. يضيف الرزيقي لو اهتدت الحكومة الجديدة برئاسة السيد معتز موسى واهتدت إلى الطرق ووسائل معالجة المشاكل الاقتصادية ووضعت أقدامها على قاعدة صلبة وسعت إلى تحرير القرار السياسي من أي اعتبارات أخرى وبدأت العمل على تمهيد بناء دولة قانون ومؤسسات حقيقية فستسير نحو الاتجاه المطلوب. يتابع الرزيقي ما تواجهه الحكومة يحتاج إلى دأب وجهد كبيرين وإلى كسب ثقة الناس في البرامج التي ستطرحها. فحتى الآن على المستوى النظري توجد شعارات وموجهات ومبادئ متفق عليها، ثم هي تحتاج أي الحكومة إلى كيفية الوصول إلى تنفيذ هذه الشعارات بواقع عملي وتنفيذي. يزيد الكاتب من أكثر ما يواجه الحكومات بشكل عام هو عدم القدرة على تبين البرامج والأهداف وعدم وضوح دفتر الأعمال بوجه كاف. فإذا فشلت الوزارة في التواصل مع المواطن ولم يقتنع بما تفعله ولم يدري ما يطمئنه سينصرف عنها ويشيح بوجهه. يتساءل الكاتب جل المواطنين في انتظار الخطوات الحكومية الاستهلالية، فهل تتجه نحو تطلعاتهم وأمالهم وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم نتيجة لتكرار المشهد المزري وتستنسخ المعالجات القديمة وتعجز عن توليد الحلول المنتظرة والممكنة؟ يختتم الكاتب إذا مضت الحكومة في دربها المعافى الصحيح ستجد السند والعضد من المواطن، وإن تقاعست وفشلت سيتعامل معها بلا مبالاة وانصراف وسيسحب ثقته منها.